جوري عضو المكتب الاقليمي للنقابه المستقله للممرضين. اليوم جئنا نحتجوا في اطار وقفه احتجاجيه تدخل في اطار واحد برنامج نضالي تصعيدي يقوده المكتب منذ ازيد من شهرين. هذه المحطه يعني اليوم جئنا نحتجوا ضد الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحه بسبب التدبير الارتجالي وانفرادي للمندوب الاقليمي الذي ادخل قطاع الصحه بمجموعه من الاختلالات التي عمرت لسنوات. جئنا وهذا ابرزها يعني تتركز على مستوى اولا هناك سوء يعني توزيع الموارد البشريه خاصه بين المراكز الصحيه التي يعرف بعضها وتقريبا او اغلبها يعرف يعني خصص مهمل في الموارد البشريه، وهذا يؤثر على جوده الخدمات المقدمه للمواطن وكذلك على يعني ظروف الاشتغال التي اصبحت مزريه بالنسبه للاطر الصحيه التي تشتغل بها. كذلك جئنا نحتجوا ايضا على مستوى يعني المركز الاستشفائي الاقليمي واكبر مؤسسه صحيه. هذا المركز يعني منذ هذه المؤسسه منذ بدء الاشتغال بها يعني منذ ازيد من 6 سنوات لا زالت يعني تعاني من اختلالات عميقه ابرزها اولا يعني لا زالت هناك مصالح لم تدخل الخدمه لحد الان وهي مصالح حيويه كمصلحه الانعاش، مصلحه بنك الدم، مصلحه قسم الانف والفم والحنجره، مصلحه الموارد خدج، مما يضطر المواطن السلوي الى اللجوء الى مدينه الرباط من اجل تلقي الخدمات التي تقدمها هذه المصالح، وهذا يعمق من معاناه المواطن. كذلك يعني جئنا نحتج على مجموعه من القرارات الانفراديه التي اصدرها المندوب الاقليمي مؤخرا. هذه القرارات يعني تتمثل في سحب العديد من الاطر الصحيه من من مستشفى مولاي عبد الله الذي اصلا يعاني من خصص مهول بسبب يعني هذا سوء التدبير ديال الموارد البشريه، وهذا اثر على يعني الخدمات الاستعجاليه حيث ان هناك اتجاه لضرب هذه الخدمات الاستعجاليه. كذلك يعني جعل الاطر الصحيه القليله العدد جعل يعني في مواجهه كثافه العمل، وهذا يؤثر على يعني يؤدي الى ارهاق هذه الاطر التي تشتغل في ظروف مزريه، وهذا سينعكس بطبيعه الحال على جوده الخدمات. والمواطن السلاوي ويعني اي واحد القاسي والداني يعرف الاختلالات التي يعرفها يعني مجرد الولوج ديالو هذه المؤسسه سيلاحظ يعني بام عينيه الاختلالات التي تعاني من هذه المؤسسه. كذلك جينا نحتج على غياب المقاربه التشاركيه حيث قام المندوب الاقليمي يعني بتجاهل الفرقاء النقابيين. هناك حتى الحوارات اللي كتكون حوارات سوريه لا يتم الالتزام بالمخرجات ديالها، وهذا يعني تكرر يعني في عده مناسبات، وبالتالي احنا اليوم فقدنا الثقه في هذا المسؤول هذا الذي يعني بحسب يعني التقارير ديال المفتشين العام لوزاره الصحه التي حلت يعني في ازيد من مناسبه هنا في سلاف سنه 2022 في 2020 وكذلك في 2024 وقفت على مجموعه من الاختلالات، ولحد الان ليس هناك اي اجراء. او نسائل السيد وزير الصحة يعني المفروض هو التقارير كيطالع بها كيطالع عليها، نسأله عن يعني لحد الآن ليس هناك يعني تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي يعني هذا النوع من المسؤولين الذين يزيدون من تعميق معاناة المواطن ومعاناة الشغيلة. ودائرة الاحتقان تتسع اليوم، كذلك هذه الوقفة ديالنا تتزامن أيضا مع وقفة ديال نقابتين أخرتين هنا معنا في سنة، ويعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاحتقان يزيد في الاتساع، وأن السيد وزير الصحة مطالب بالتدخل بشكل مستعجل من أجل وضع حد نهائي للاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة بسنة، والتي يعاني منها يعني على حد سواء المواطن وكذلك الأطر الصحية العاملة بهذا القطاع بسنة. مصطفى زروال الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة بسنة. هذه الوقفة اللي جات استمرار لسلسلة من الاحتجاجات اللي خاتها النقابات الصحية داخل الإقليم للوقوف على مجموعة من الاختلالات اللي تسبب فيها المندوب الإقليمي بسنة جراء التدبير ديالو الارتجالي والانفرادي للقطاع داخل هذه المدينة. اليوم حنايا كندقوا ناقوس الخطر وكندعيو لوزارة الصحة والمدير الجهوي للتدخل العاجل، خصوصا وان التقارير جراء لجان التفتيش الوزارية ولجان التدقيق المديرية الجهوية اللي حلت بسالة واحصت مجموعة من الاختلالات اللي على رأسها التدبير ديال الارتجالي واللوجيستيك اللي غير متواجد والأدوية اللي غير متواجدة جراء التدبير ديال المندوب الإقليمي اللي عنده أولويات أخرى غير المواطن السلاوي. اليوم حنا بالتدبير الارتجالي ما زالت مجموعة
مجموعه من المصالح اللي مغلقه داخل المستشفى، منها الانعاش اللي تم الاغلاق ديالو دي تقريبا شي سنه، وقسم الانف والحنجره ومصلحه الدم اللي هي مغلقه منذ افتتاح المستشفى، وكذلك اليوم تم اغلاق مصلحه تصفيه الكلي وحرمان مجموعه من المرضى من الاستشارات الطبيه والادويه الموجوده داخل المستشفى. اليوم حنا كذلك بتغييب المندوب الاقليمي للمقاربه التشاركيه، حيث قام باقصاء النقابات من اعداد لوائح ديال البرامج تعويضات البرامج الصحيه، مما ترتب على اقصاء مجموعه من الممرضين خصوصا داخل المستشفى وكذلك مراكز استشفائيه. اليوم حنايا كنقابه صحيه سنستمر في الاحتجاج، وان شاء الله سيتم اعلان برنامج اخر اكثر تصعيدا ما دام ان القطاع على راسه هذا المندوب الاقليمي اللي هو السبب الرئيسي في فشل القطاع الصحي بساله. مصطفى كاتب المحلي الفيدرالي الديمقراطي للشغل بعماله ساله. نحن بصدد تجسيد شكل نضالي بعد سلسله من الاشكال النضاليه السابقه، واللي الموضوع ديالها تردي الاوضاع والعرض الصحي داخل عماله ساله. للاسف مجموعه من القرارات اتخذها القائمون على الشان الصحي داخل الاقليم، والتي لا تتوازى مع مقررات القانون 34/09 على المستوى الاقليمي والقانون الداخلي للمستشفيات، ثم نفس القانون بالنسبه للمركز الشفائي الاقليمي. العرض الصحي داخل عماله ساله لهذه السكنه المليونيه في تردي مستمر. حاولنا ان نتواصل على المستوى المحلي والمستوى الجهوي والمستوى المركزي مع المسؤولين على الشان الصحي من اجل تقييم الوضعيه الحاليه وسرد مجموعه من الخروقات التي سجلناها بهذا الصدد، لكن للاسف نلقت اذان صاغيه. نحمل السيد الوزير القائم على راس الشان الصحي للمملكه، ثم السيده المديره الجهويه والتي على علم جميع الخروقات التي ينتجها السيد المندوب والسيد مدير المؤسسه المركز الشفائي الاقليمي. للاسف لحدود اللحظه لم نرى اجراءات شافيه واجراءات واضحه بهذا الخصوص. نتمنى ان نجد اذان صاغيه، والا فنحن عازمون على خوض اشكال نضاليه غير مسبوقه حتى يتاتى لنا الهدف ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.